طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو البيسك الفيديو هذا خاص بشابتر 5 اللي هو شابتر الفانكشنز. طيب نشرحه على السريع لانه فيش وقت. هلا اول شيء بحكي لي انه في عندي فانكشنز جاهزين لهم وظيفة معينة. هاي الفانكشنز مروا علينا بمادة الفيرست. الفانكشن الاول انتجر 2.6، يعني لو انا حكيت له بالشكل التالي، هون لو حكيت له انتجر 3.2، هاي لو انا كتبت له اياها بالشكل التالي حتعطيني ايش؟ حتعطيني 3. لو حكيت له انتجر 3.9 كذلك الامر حتعطيني 3. فانتجر بين قوسين الرقم بياخذ الجزء الصحيح منه فقط وبشيل الجزء العشري بدون اي تقريب. طيب الماث دوت راوند بقرب. طيب نشرح الماث دوت راوند هون. 1.23.1، شو معنى فاصلة واحد؟ هاي الواحد توني خذ لي قيمة واحدة بعد الفاصلة مع التقريب. قيمة واحدة اللي هي 2 مع تقريبها، هل الثلاثة بتعطي باثنين؟ لا، فحيعطيني 1.2. لو كانت ماث دوت راوند 1.23.2 حيطبع لي 123. لو كانت ماث دوت راوند 1.256.2، هاي ايش حيعطيني؟ حيعطيني بحكي له خذ لي خانتين بعد الفاصلة مع التقريب، يعني 1.26 بتقرب بتصير 7. تمام؟ هاي هيك معناتها. اوكي. الفورمات بيرسنت حيعطيني، هاي معناته انه خذ لي الخانتين اللي بعد الفاصلة 12% اكتبها على شكل 12% بالشكل، هاخذ الرقمين. فورمات نمبر، انا هون شو بحكي له؟ اعمل لي اياها فورماتنج للنمبر وخذ لي خانه قيمه واحده بعد الفاصله مع التقريب، فحتصير 12.6. لو كانت الاثنين هاي 7 حتصير، او لو كانت الاثنين هاي 8 حتصير 12.7 لانها 8 اعطت ال 6. اشياء بسيطه جدا. طيب بدنا نفوت لفكره الفانكشنز ونشرحها على السريع. شو فكرة الفانكشن؟ فكرة الفانكشن كالآتي. هلا أنا عندي كود، برنامج أنا مطلوب مني أكتب له برنامج. تمام؟ البرنامج ناخذه على شكل مبسط. البرنامج بيطلع لي مجموع رقمين، والبرنامج بيطلع لي ضرب رقمين، والبرنامج بيطلع لي قسمة رقمين. تمام؟ فأنا صار عندي ثلاث أشياء مختلفة: جمع، ضرب، طرح. إحنا أخذناها أشياء بسيطة، هي ممكن تكون إنها ككود سطر او سطرين، بس لو نيجي ناخذها على برامج معقده، مثلا نيجي ناخذها على برامج معقده انه تكون 100 سطر. تمام؟ هيك حيصير البرنامج معجوب ببعضه. فعشان اعمل الاشي، عشان اخلص من المشكله هاي، انوجد عندي الاشي اسمه الفانكشن. شو الفانكشن؟ الفانكشن بدنا نعتبره انه عباره عن بوكس، صندوق. تمام؟ خلينا اشرح لكم اياه بشكل رسم. طيب هلا حكيت لكم انا عندي برنامج بجمع، برنامج بضرب، برنامج بطرح. اول شيء بدنا نعرف انه البوكس هذا هو عباره عن المين بروجرام، البرنامج الاصلي. انا دائما بنفذ عنده برايفت سب بوتون كليك اي شيء عندي برنامج للصم وللضرب وللقسمة. بدل ما اكتبهم هون واعجق حالي ويصير برنامجي معجق، بعمل فانكشن واحد بسميه صم. تمام؟ وبعمل فانكشن للبرودكت للضرب مثلا، وبعمل فانكشن للديفيجن للقسمة، وهكذا بغض النظر. ممكن يكون عندي 100 فانكشن. هسا الصم كود اللي بيجمع، الكود اللي بضرب، الكود اللي بقسم، ما انكتبوا بالمين بروجرام. كل كود انكتب بسكوب لحاله، مكان لحاله، بحيث انه ما اعجق حالي، بحيث انه بالبرنامج الاصلي هون عندي اذا انا احتجت اجمع رقمين، ما في داعي اكتب له كود الجمع انه انتجر صم وصم يساوي اكس زائد واي. خلص في عندي شيء اسمه كولنج ستيتمنت، بروح بستدعي الفانكشن اللي اسمه صم بسطر واحد فقط، بروح بيعمل شغله هون اللي هو بيجمع. بعد ما يخلص
بيرجع لي القيمة لهون. فهيك أنا وفرت أهالي أسطر، مش وفرت أهالي أسطر، هيك أنا رتبت برنامجي. مثلا احتجت هون، كملت احتجت أضرب الرقمين، بنتقل بستدعي الفانكشن هذا، بيحسب كل شيء فيه الضرب، وبس يخلص بيرجع لي القيمة اللي حتسبها لهون، تمام؟ وهكذا على الديفيجن نفس الشيء. فهي فكرة العامة للفانكشن، تمام؟ طيب هلا كيف أنا بستخدم الفانكشن، أو كيف بعرف فانكشن؟ الفانكشن يعرف بالشكل التالي. علق الجهاز. طيب كيف الفانكشن بعرفه؟ بالشكل التالي، بكتب keyword function، تمام؟ بحط اسمه function name، اسمه طبعا الفانكشن هاي ككيورد كلمة محجوزة، تمام؟ لبا بين قوسين، هاي بعدين بتعرفوها مش مطلوبة منكم حاليا، by val x مثلا as integer فاصلة by val y as integer، تمام؟ و as integer، وهون بكتب له الستيتمنتس اللي بدي اياها، شو ما بدي، تمام؟ وهون بكتب له return لإشي لفاليو، هسا بنشرح كل شيء، وهون بحكي له end function، فهي بتدل على نهاية الفانكشن. طيب هلا انا شو بصير عندي؟ انا بعرفه هيك فانكشن، فانكشن نيم اسمه مثلا بسميه صم. شو باي فايل باي فال اكس از انتجر وباي فال واي از انتجر شو معناتها؟ احنا هون هسه بالرسم حكينا انه بوقف هون بستدعي فانكشن الصم. طب الصم شو وظيفته؟ وظيفته يجمع لي رقمين. الرقمين من وين بده يجيبهم؟ بده يجيبهم بالمين، من المين بروجرام، من هون. فانا راح ابعث له من المين بروجرام، ابعث للفانكشن مثلا رقمين، ابعث للفانكشن رقمين، فالرقمين اللي انا بعثته وين راح يتخزنوا؟ بالاكس والواي. فهذول اسمهم باراميترز، الاكس والواي راح يستقبل الرقمين اللي انا بعثتهم من المين بروجرام عشان يحسب لي جمعهم، تمام؟ طيب هلا خلصت تون از انتجر. شو از انتجر؟ هاي نوع الريتيرن داتا تايب. شو الريتيرن داتا تايب؟ انا هسه هون حكيت لكم انه بعد ما يحسب الصم ويخلص بيرجع لي المجموع لهون على المين بروجرام. فانا لما احكي له as integer هيا نوع الفاليو اللي راح ترجع، تمام؟ طيب هلا statements حطيت له هون sum statement، تمام؟ return value بعد ما يخلص. ليش انا حطيت له return؟ هلا عشان ما اظني علقان فيه، بس يخلص القيمة اللي احتسبها مثلا اللي هي الجمع، جمع الاكس والواي كانت جمعهم 5، مثلا حطيت له ريتيرن 5، بشيل ال 5 وين برجعها؟ لهون على المين بروجرام. خلينا ناخذ مثال بسيط عليها. خلينا نسميه فانكشن سم، اسمه عم بسميه سم، تمام؟ و باي فال اكس از انتجر وباي فال واي از انتجر، واز انتجر اللي هي ريتيرن داتا تايب. بديش اياه يعمل اشي بالمرة، بدي بس احكي له return x زائد y. هلا خلص الفانكشن. هلا هون عندي المين بروجرام private sub handles الى اخره، تمام؟ انا هون بكتب المين بروجرام تاعي، شو بدي احكي له؟ them x as integer equal to 5 و them y as integer equal to 6 و text box 1 the text equal sum x فاصلة y. طيب اول نقطة بدكم تعرفوها، لما يجيب لي تتبع برنامج ما ببلش من عند الفانكشن، سواء كان الفانكشن هون ولا كان هون، دائما ببلش بالمين بروجرام اللي هو هيو، يعني بترك الفانكشن كامل، الفانكشن ببلش من عند الكيورد فانكشن و بنتهي بالكيورد ان فانكشن. طبعا هاي كلها كيوردز، تمام؟
ببلش دائما انا من هون من المين بروجرام. شو انا عملت؟ x از انتج قيمتها 5 y از انتج قيمتها 6. حكيت له طبع لي بالتكست بوكس sum للx والy sum، بنلاحظ انها sum اسمها نفس اسم الفانكشن. فشو معناته؟ معناته انا حوقف فون واطلع استدعي الفانكشن. هاي اسمها calling statement، هاي اسمها calling statement، هيك اسمها. فانا استدعيت الفانكشن، شو عملت؟ قيمة الاكس هاي راح تنبعث للاكس هاي، تمام؟ قيمة الاكس هاي راح تنبعث للاكس هاي. فايش حتصير الاكس اللي هون قيمتها؟ راح تصير كأني انا بحكي له هون انه x equal to 5، لانه انا بعثت قيمة الاكس انبعثت لهون، تمام؟ وبعدين بعثت كمان قيمة الواي للواي هاي، فصارت الواي هون تساوي 6، تمام؟ استدعيت. بعدين حكيت له return x زائد y، بيجي بيحسب لي القيمة هو 5 زائد 6 11. كأني بحكي له return 11، شو بعمل؟ بيجيب لي 11 وبيحط محل جملة الاستدعاء كاملة، هاي جملة الاستدعاء، فبشيل هاي وبيحط محلها 11 القيمة اللي احتسبها من الريتير. فكأني أنا بحكي له text box dot text equal 11، فراح يطبع لي 11. هاي فكرة الفانكشن ببساطة، بستدعي أن أعرف متى أستدعي أي جملة استدعاء، بعرف شو أبعث، بعثت الاكس راح تنبعث للاكس هاي، الواي راح تنبعث للواي هاي، حياخذوا نفس القيم، ريتيرن اكس زائد واي بحسبها 11، بشيل ال 11 بحطها محل هاي كامله، تمام؟ فبيطبعها. كمان نقطه بدنا نعرفها انه الاكس هاي مختلفه تماما عن الاكس هاي، والواي هاي مختلفه تماما عن الواي هاي، فهذول عباره عن 4 variables وليس 2 variables. طيب تمام، شوف السلايد. function f2c by val t as double و as double return data type حكيناها، فيش داعي للعب في النهاية، وانتو شوفوا لحالكم فيش وقت لانه حكينا. طيب اوكي، انا صراحة اعطيكم كمان امثلة. خليني أعطيكم كمان مثال واحد ونوقف. اوكي بعدين اوكي اوكي بس بدي اوقف ماي اند. طب خلينا نجي نتبعه. حكينا ما ببلش من عند الفانكشن، تمام؟ هاي الفانكشن، هاي بداية الفانكشن، هاي نهاية الفانكشن، وهاي هي بداية وهاي نهاية، تمام؟ ببلش من هون. دم x as integer equal to 2، تمام؟ list box 1 dot items dot add للx، فأول إشي حيطبع لي، خلينا إحنا هون نعتبر إنه المطبوع هون حينحط، تمام؟
هون خلي الاشياء مطبوعه هون. الاكس شو قيمتها 2، بعدين حكيت له ليست بوكس 1 دوت ايتمز تو اد اي بي للاكس. هاي شو بتدلني؟ بتدلني انه عندي فانكشن بدي استدعيه، فانا بوقف فون تمام وبنتقل على الفانكشن باخذ معي قيمه الاكس. شو قيمه الاكس؟ 2. فهون بتصير قيمه الاكس كاني بحكي له انه اكس تساوي 2 تمام، لاني بعثتها من البين بروجرام، لان حكيت له اكس بلس يساوي 1 صارت الاكس تساوي 3. لان حكيت له ليست بوكس 1 دوت ايتمز تساوي للاكس هاي 3 تمام. بعدين ريتيرن اكس زائد 2 شو قيمه الاكس؟ 3. يعني كاني بحكي له 3 زائد 2 تساوي 5، كاني بحكي له ريتيرن 5 تمام. انا هيك كاني قاعد بحكي له ريتيرن 5، راح يجيب الخمسة ويحطها محل جمله الاستدعاء كامله محل هاي. يعني هيك انا صارت ليست بوكس 1 دوت ايتمز تساوي للخمسة، فهي 5 تمام. خلصت بنزل له ليست بوكس 1 دوت ايتمز تساوي للاكس. اي اكس باخذ؟ 5 ولا الثلاث ولا الاثنين؟ باخذ الاثنين، حتى لو انها هون صارت 3. ليش؟ لانه حكينا الاكس هاي مختلفه تماما عن الاكس اللي هون. الاكس اللي هون قيمتها 2، فراح يطبع لي هون 2 تمام. وخلص البرنامج. بتمنى انها تكون فكره الفانكشن وصلت. يعطيكم العافيه.